طيب كابتن محمد، يعني برضو بطولة صعبة جدا، على الرغم من ان انتوا الحمد لله الفوارق واضحة واضحة يعني حتى في النتائج وكل شيء، ولكن انا لما حد بيجي يقول لي كده بقول له لانه فريق النادي الاهلي الفرق بينه وبين اللي بعده كبير جدا حتى مع اي حد دلوقتي، خصوصا بعد السنتين اللي فاتوا. هي دي حقيقة. يعني هو حتى كان ناس كتير بتتكلم عن سهولة المنافسين في البطولة، بس بالظبط. احنا ما كناش بنبص للموضوع كده خالص. يعني احنا كنا رايحين الجهاز الفني واحنا كلاعيبة كنا متكلمين مع بعض ان احنا اي منافس هيكون قدامنا احنا هنلعب بنفس اللعب بتاعنا ونفس الريتم بتاعنا ايا كان هو مين. بننزل ندي كل فرقة احترامها في الاول طبعا، وبنلعب جامد ونفس لعبنا، وايا كان المنافس اللي كان هيجي قدامنا كنا قادرين ان احنا ان شاء الله نتغلب عليه، يعني سواء منافس ضعيف او منافس قوي. فهي دي كانت ناس كتير بتتكلم عليها. كان صعوبه بس الموضوع ممكن شويه في الاقامه التغذيه، بس ده طبيعي ان احنا بنتعايش عليه طبعا اول ما نروح. فالموضوع كان والجو في بالظبط الجو كان حاجه صعبه برضو انا جدا. كنت سامع اعتقد كابتن محمد يعني كابتن محمد ابراهيم اللي هو المدرب العام يعني كان بيتكلم ان الصاله ما فيهاش هواء. ما فيهاش خالص، لا لا التهوية ما كانش فيه خالص، صعب. الجو كان رطوبة عالية والجو كان حر جدا. بس هو انت عليك طبعا، انت اي بطولة بتلعب فيها وكفريق بطل لازم بتلعب قدام كل الظروف اللي بتبقى قدامك يعني. فقدرنا ان احنا نعمل كده والحمد لله، وكنا بنكسب مكسب كويس كل ماتش لحد المباراة النهائية يعني الحمد لله.